السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها في هاي الحلقة. حياكم الله. بعد أن تحولت تجارة المخدرات وتعاطيها إلى ظاهرة مستفحلة في بلد يتسم نسيج المجتمعي بالتراص، فقد حطمت مشكلة انتشار المسحوق الأبيض الأرقام القياسية بعد الإحصاءات المفزعة اللي تشير إلى انتقال البلاد من ممر لعبور المخدرات إلى بيئة مستهلكة. ملف ساخن يتداخل فيه الأمن مع السياسة والاقتصاد، فضلا عن العامل الدولي. ولترصين جبهة المواجهة احتضنت بغداد مؤتمر دولي يعنى بمكافحة هذه السموم الفتاكة اللي لا تقل ضراوة عن الإرهاب كخطوة نوعية في مسار الحد من خطرها، سواء على مستوى التنسيق التشريعي أو الميداني. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة نتجه نحو غزة، ثأرا للأحرار تقف المقاومة الفلسطينية لتقصف مستوطنات الكيان الإسرائيلية في تل أبيب عقب الجريمة الغادرة اللي نفذها جيش الاحتلال واغتال ثلاثة من قادتها بعد حالة صمت استمرت لساعات خلطت فيها المقاومة، خلطت أوراق اللعبة على إسرائيل والإسرائيليين في غلاف غزة وعلى امتداد دائر قطرها 40 إلى 50 كيلومترا. صليات المقاومة الكثيفة وذات التقنيات الحديثة أربكت منظومة القبة الحديدية، فضلا عن كونها جاءت نتيجة عملية لمسار التفاهمات بين المقاومة في الداخل الفلسطيني ومحور المقاومة خلال المدة الماضية، وهذا ما يعني ترابط الساحات. هاي الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمة الدكتور أحمد العبادي، مقرر الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا بك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة لكم عزيزي في قناتكم وللأخوة المشاهدين، وشاكرين جهودكم في إبراز هذا الملف. حياكم الله دكتور. دكتور، نتحدث عن العمل الفردي اللي كان يتم في العراق في هذا الملف، ملف المخدرات. وصلنا إلى التشاركية القطاعية على المستوى المحلي بل حتى على المستوى الدولي لما تحتضن بغداد هكذا مؤتمر يعنى بمكافحة المخدرات. هل نعتبر بأن هذا المؤتمر هو انتقالة نوعية في هذا المسار؟ طبعا الجهود مستمرة حقيقة. احنا يعني مشكلة المخدرات هي تعتبر مشكلة حديثة العهد في العراق، يعني احنا لم تكن مشكلة المخدرات ظاهرة قبل 2003. العراق كان مجرد انه ممر عبور، لكن تبين انه حداثة تجربتنا في المخدرات هي من قانوننا اللي هو من 2017. احنا أقرت السلطات التشريعية قانون رقم 50 لمكافحة المخدرات، وهذا القانون أقر تشكيل هيئة وطنية عليا ترأسها وزارة الصحة وتكون بعضوية الجهات الأمنية والجهات المجتمعية والوزارات الساندة. حقيقة اليوم مع ازدياد التخاوف والمخاوف والتضخم في مشكلة المخدرات، ما نلاحظ أنه زيادة في الاهتمام والجهود الحكومية، وهذا المؤتمر يوضع في خانة أنه مضاعفة الجهود الحكومية والأمنية في مجابهة آفة انتشار المخدرات. الجهود اللي واحدة من عندها هي اليوم عقد مؤتمر دولي كان لمدة يومين، يوم 9/5 و10/5، وقبلها كان المؤتمر العلمي اللي عقد في وزارة الصحة واللي كان بحضور برعاية رئيس الوزراء وحضور عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمجالس والأجهزة الأمنية المعنيين بهذا الملف. طيب، إذا ما كان هنالك تعاونا دوليا في مكافحة المخدرات نمالي هذا الملف من أبعاد لا تخص العراق وحده دكتور أحمد، يعني كيف يمكن تعزيز هذا التعاون وهذه الشراكة على المستوى التشريعي على المستوى الميداني لقطع خطوط التواصل بين تجار المخدرات، خاصة وأنها جريمة تعد عابرة للحدود؟
مشكلة المخدرات مشكلة بدأت تتضخم وتواجهها ليس في العراق فقط، تواجهها أغلب الحكومات والدول، مما يستوجب أنه يكون تضامن واشتراك في العمل. واستدعى هذا أنه إقامة المؤتمر إلى دعوة الدول الإقليمية، شاركت حقيقة عدة دول من دول شقيقة ودول صديقة في هذا المؤتمر. كان أنه الغاية من المؤتمر هو تبادل الخبرات والمعلومات ومشاركة ومضاعفة الجهود. اليوم نحن على اعتاب تطبيق عملية التسليم المراقب، اللي هي تكون بمراقبة الشحنات وانتقالها عبر الحدود، ومعرفة نهاية أولا بداية مصادرها ونهاية وجهاتها، وهذا حقيقة يساهم أنه في تحجيم حجم هذه المشكلة. طيب لما تحدث عن ترصين الجبهة المحلية دكتور أحمد، لما تحدثنا عن هذا هذا الموضوع في تصدي لهذه الآفة، هل هنالك تكامل بين السلطات الأمنية، المنظمات المجتمع المدني، بعض الجهات القطاعية المعنية بهذا الموضوع كهيئة المنافذ الحدودية، وزارة الداخلية، بعض الجهات الساندة؟ من خلال عمل الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اللي هي تضم في عضويتها عدة جهات أمنية ومجتمعية ووزارات ساندة وتكون برئاسة وزارة الصحة، اليوم جهد مجابهة آفة المخدرات هو الجهد الصحي والأمني وجهد المنظمات المجتمعية والوزارات الساندة. جهد وزارة الصحة ينصب من خلال ترأسها الهيئة الوطنية وإضافة إلى علاج المتعاطين والمدمنين، وكذلك تنفيذ حملات توعية المجتمع وتثقيف الشباب حول هذه الظاهرة. كذلك الجهد الأمني اللي احنا يعني نقدر انه نعرف انه حجم الجهد الأمني من عملية تضخم وازدياد كمية المضبوطات، وكذلك الموقوفين على قضايا المخدرات. وكذلك في هذا الملف حقيقة قدمنا كوكب من الشهداء ولازلنا نقدم. كذلك اليوم احنا من خلال المؤتمر العلمي اللي عقد يوم الأحد الماضي، كان هناك مشاركة فاعلة من خلال المحور الإعلامي والتثقيفي ضمن جهات عدة، من جهات إعلامية، جهات مجتمع وطني، دواوين الأوقاف الدينية، كذلك منظمة حقوق الإنسان. كل هذه الجهود تصب لهدف واحد، هو حماية مجتمعنا وتخليص شبابنا من هذه الآفة. طيب مع تقبل الجميع لضرورة أن يكون هنالك فريق عمل على مستوى منظماتي مؤسساتي على مستوى دولي، هل راح تضيف هذه الرؤى بعض المسارات الجديدة لتبادل الخبرات، حتى التدريب المشترك بين هذه الدول على مهارات أو كيفيات للحد من هذه الظاهرة أو القضاء عليها؟ نعم، هذه مبوبة حقيقة. احنا عقدنا اتفاقيات تعاون وتبادل مشترك، وعندنا اتفاقيات ايضا عقدت في هذا المجال. احنا في الايام القريبة راح تكون هناك معاهدة تفاهم مع الجانب الايراني، قبلها سبقتها اتفاقيات عديدة في هذا الجانب. بالطبع انه هذه راح تكون انه عامل ايجابي في عملية تبادل خبرات، تدريب كوادر، إيجاد حلول، معرفة الطرق، هذه كلها تصب في مصلحة مكافحة المخدرات. طيب وقائيا دكتور، يعني هل كيف يمكن استثمار وفرة القنوات الفضائية، الجانب الإعلامي كيف من الممكن استثماره ليس فقط على المستوى المحلي بل حتى على المستوى العربي والدولي، ما دام أن هذا الملف تعاني منه الكثير من الدول، هل هنالك خطابا إعلاميا يكون موجها لدعم هذه الجهود الرامية لمكافحة المخدرات؟ احنا اليوم بصورة خاصة نثمن دور قناتكم انه تمنحنا هذه الدقائق للتعريف بحجم المشكلة، التعريف بالجهد الحكومي، التعريف بجهد وزاراتنا الأمنية، وزارة الصحة وجهودها، ما يبذل في عملية الوعي الإعلامي وتثقيف المجتمع جهود حيوية وكبيرة، ولكن احنا نطمح ان نكون اكثر.
في وزارة الصحة هناك عممت خطة شاملة، خطة توعية من خلال دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، عرضت على جميع الأعضاء اللي كانوا مشتركين في المحور الإعلامي والتوعوي، كذلك دوائر الأوقاف استضافينا ديوان مديرية العشائر في وزارة الداخلية. الكل اليوم جاد وباذل في سبيل أنه يقدم الجهد اللازم، لأن الجميع أنه هذا ما يفرحنا، أنه الجميع شاعرين بحجم المسؤولية وحجم المشكلة. والآن يعني الكل بدأ أنه تثير هواتسه أنه خطورة المرحلة وحساسيتها اللي نمر بها اليوم. أما أن نكون ونضع قدم في مجال وميدان مجابهة المخدرات أو لا، راح نكون متأخرين جدا. لازلنا لحد الآن نؤمل أنه نحن على الطريق إن شاء الله. العراق لحد الآن صامد في وجه هذه الآفة، كل إمكانياتنا مسخرة، دعم وإسناد حكومي كبير، اليوم التخصيصات مفتوحة، ولكن نطمح أنه نكون أنه أو نحصل الأفضل. في مجال المنافذ الحدودية، الأخوة في وزارة الداخلية وفي هيئة المنافذ، شرطة الجمارك حقيقة يبذلون جهود كبيرة ودور فعال وحيوي، متابعة الشحنات رغم كبر مساحة الحدود هذه. همين يعني احنا اليوم عندنا حدود كبيرة تقدر بآلاف الكيلومترات، من الصعوبة السيطرة عليها، هناك طرق غير نظامية غالبيتها يتم تهريب الشحنات عن طريقها. نعم. إن شاء الله تكون الجهود متضافرة وتكاملية للوصول للهدف. طيب، وسط كل ذلك يا دكتور، يعني هل نمتلك قاعدة بيانات رصينة من الممكن أن نعتمد عليها تكشف لنا عدد المتعاطين، عدد المتاجرين، حتى أنه عدد المتشافين من هذا الموضوع، التوزيع المناطقي لهذه البؤر؟ كإحصائية دقيقة 100% ما متوفرة. السبب مو سبب تقني، وإنما هو سبب منطقي خلينا نسميه. إنه عملية صعوبة تشخيص الشخص المتعاطي وصعوبة التفريق، إنه أكو فرق بين المتعاطي والمدمن. لكن مع ذلك إحنا اليوم عندنا إحصائيات، إحصائياتنا مطمئنة نوعا ما. حقيقة في السنوات الماضية، في السنة 2021 عالجت مؤسساتنا الصحية ما يزيد عن 4000 متعاطي. الحمد لله الجميع اكتسبوا درجة شفاء. في 2022 عالجنا ما يفوق 6000 متعاطي. مراكز لعلاج الإدمان بدأت تفتح في الأشهر الماضية. افتتح السيد رئيس الوزراء مركز القناة للتأهيل الاجتماعي اللي يمتلك سعة سريرية كبيرة، يقدر من أكبر مراكز علاج الإدمان في المنطقة. ماضين في افتتاح مراكز أخرى. خطة وزارة الصحة أن تفتتح مركز كبير في كل محافظة. إن شاء الله أنه الجهود ماضية في هذا المجال. طيب، نتحدث دكتور عن الاتفاق اللي تم في هذا المؤتمر بأنه راح ينظم المؤتمر بشكل سنوي. هذه الخطوة هل راح تكون اللي جاءت ضمن التوصيات، هل راح تكون خطوة ذات جدوى، باعتبار أن المؤتمرات غالبا ما تعقد لوضع حلول استراتيجية؟ هذا المؤتمر عندما يكرر في نسخ أخرى، هل من الممكن أن يكون ذات حلول بالنتيجة أنه نستطيع من خلالها أنه نقضي على هذه الآفة؟ طبعا الجميع يعرف أنه عملية التجارة بالمخدرات هي عملية متغيرة الأساليب والطرق وحتى الأشخاص والجهات. هذا يتطلب أنه تنسيق دائم وأن تكون على قدر المرحلة. اليوم كنا في مجلس النواب مع اللجنة القانونية لمناقشة تعديلات القانون، لأن كل قانون يعني مثل ما تعرف أنه يحتاج لتعديلات بعد فترة. وقانون المخدرات مثل باقي القوانين ومثل باقي الدول، كل الدول تحتاج إلى تعديلات على قوانينها. كان هناك مناقشة مستفيضة من اللجنة العليا وأعضائها برئاسة السيد وزير الصحة وكذلك اللجنة القانونية والسادة النواب. وضعت خطة عمل لتحديث الإجراءات
هذا جانب. الجانب الثاني اعتيادي، احنا نحتاج ان نتبادل الخبرات. مشكلة المخدرات هي مشكلة عابرة للحدود، لا تختص في العراق فقط. نعم. اليوم احنا الشيء المهم انه نعرف انه مصادرها، طرق نقلها، الاشخاص اللي يتناقلوها، اين تصل هذه الشحنات، الاساليب اللي يستخدموها. هذه اساليب ليست ثابته وانما متغيره. هذا الشيء يحتم علينا ان نتبادل الخبرات مع الدول جيراننا، الدول ذات الخبرات اللي عندها تاريخ في مجابهه المخدرات. يعني مثل ما بينت انه احنا حديثي عهد، مشكله المخدرات ما صار لها تقريبا، استفحلت قبل 5 سنوات، ما كانت بهالحجم هذا. اليوم احنا نتبادل الخبرات مع الدول الصديقه. مع الدول عندنا كوادر تدرب، عندنا اجهزه الان تدخل الى العمل، عندنا منافذ حدوديه تفتح. ان شاء الله هذه كلها راح تساهم بصوره كبيره انه نكون على قدر المسؤوليه. طيب، ولكن هنا ايضا نشير وسط هذه الانجازات وهذه التهيئات المطلوبه الى دور المنظمات الامميه في مساعده العراق لوضع خطط استراتيجيه قابله للتنفيذ في مراحل مقبله. نعم، منظمات العالميه مشتركه معنا خطوه بخطوه. اليوم اكو فريق ديواني لوضع استراتيجيه حديثه مشتركه بها منظمه الامم المتحده، مشتركه بها منظمه الصحه الدوليه. نحن معهم باجتماعات مستمره، قد تكون دوريه شهريه او اسبوعيه، تبادل خبرات، ناخذ من عندهم النصائح، ناخذ من عندهم التقارير والاحصائيات الحديثه. هذه كلها تساهم انه توضح حجم المشكله، توضح طرق معالجتها، توضح السبيل الامثل لمواجهتها. انا اشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد العبادي، مقرر الهيئه الوطنيه العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقليه، ضيفا كريما في الاستوديو، حدثتنا حول المؤتمر الدولي لمكافحه المخدرات المقام في بغداد. نتواصل واياكم مشاهدي الاحبه بعد الفاصل، نتابع. من جديد حياكم الله مشاهدي الاحبه، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريم الدكتور صالح الشذر، استاذ العلوم السياسيه في الجامعه المستنصريه. حياكم الله دكتور صالح. حياك الله. اهلا ومرحبا بحضرتك. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد هيثم ابو الغزلان، امين سر العلاقات في حركه الجهاد الاسلامي. حياكم الله ضيوفا الكرام. دكتور صالح، عمليه الغدر الاسرائيلي في غزه نتحدث عنها، هل تمثل تجاوزات الكيان الصهيوني للخطوط الحمر؟ نعم، أولا تحية لك ولمشاهدي قناة الأيام ولضيفك الكريم. حياكم. بالتأكيد الغدر الإسرائيلي ليس بجديد، هو عبر التاريخ موجود، وبالتالي هم لا يواجهون مباشرة، وإنما هو اختيار توقيتات قد تكون مناسبة بالنسبة لهم للغدر ببعض الجهات المجاهدة أو المواطنين العزل الأبرياء، ولا سيما حقيقة في المواجهات الأخيرة بعدة ذرائع. الذريعة التي حقيقة افتعلها نتنياهو بما يسمى بعملية السهم الواقي هي أنه هنالك يوجد أسير ما يسمى بخضر عدنان اللي مضرب 87 عاما وتوفي بالسجون، وقال أن بعض الجهات ولن يحدد هذه الجهات الجهادية الفلسطينية أطلقت الصواريخ باتجاه الإسرائيليين، وبالتالي كان هذا ردود أفعال، وأعتقد أنه هذا نوع من المماطلة الإسرائيلية اليهودية المعروفة باتجاه العدوان على فلسطين العزيزه وقطاعات لا سيما قطاع غزه. نعم. طيب، جدت الحياه بحضرتك السيد هيثم ابو الغزلان. نتحدث عن تل ابيب لما طيب فقدنا الاتصال بالسيد ابو الغزلان. دكتور، نتحدث عن جيش الاحتلال اللي يحاول التفرد عفوا بحركه الجهاد الاسلامي. حياك الله سيد ابو غزلان. حياك
استاذ هيثم تسمعني؟ حياكم الله. اهلا ومرحبا بحضرتك. نعم. هل تنقل تل ابيب مساعي التهدئة وعبر اغتيال القادة الكبار في سرايا القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من التأكيد على أن كيان العدو الصهيوني لم يحقق هدفه في عملية اغتيال قادة سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي، بل على العكس هو ارتكب جريمة. ألو؟ تفضل سيد هيثم نسمعك. ألو؟ نسمعك سيد هيثم تفضل. ألو؟ على العكس من ذلك هو ارتكب ألو؟ سيد هيثم نسمعك، هات من فكرة. على العكس من ذلك هو ارتكب جريمة يندى لها جبين الإنسانية عندما قصف مبان سكنية وارتكب جريمة ذهب ضحيتها 4 من الأطفال و6 من النساء وعشرات من الإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. لذلك نحن نعتقد أن الكيان الصهيوني الذي قام بهذه الجريمة يجب أن يدفع ثمنا جراء هذه الجريمة حتى يدرك جيدا أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا وأن الدم الفلسطيني لن يكون في بازار العمل على تخليص نتنياهو من مآزقه الداخلية. ما نراه اليوم من عمليات قصف بدأت بها غرفة العمليات المشتركة، وهذا الدمار في تل أبيب وفي سيدي روت وفي عسقلان إلا الرد الطبيعي الذي يشفي صدور قوم مؤمنين. هذا الرد الطبيعي الذي يدرك من خلاله نتنياهو وقادته أنهم لن يستطيعوا القضاء على حركة الجهاد الإسلامي، لن يستطيعوا أن يوقفوا مسيرة المقاومة، ولن يستطيعوا أن يقضوا على شعبنا الفلسطيني. اليوم هذه المسيرة مسيرة المقاومة المستمرة. نحن ندرك جيدا أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وما نراه اليوم من هذه الصواريخ التي تنطلق باتجاه بلدات وباتجاه مستوطنات ومدن الكيان الصهيوني إلا رسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني دمه غالي، وأن سرايا القدس وأن كتائب القسام وأن كل كتائب شعبنا الفلسطيني لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الجرائم الصهيونية المتواصلة، وأنه لن يستطيع أن يحقق هدفه في عزل حركة الجهاد الإسلامي، ولن يستطيع الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي. اليوم حركة الجهاد الإسلامي بحاضنتها الشعبية وبهذا التوافق الوطني والعسكري على هذا الرد المقاوم يوصل رسالة واضحة لهذا الكيان أننا كفلسطينيين موحدون في هذا الرد، موحدون في مواصلة هذا الجهاد، وبالتالي على العدو الصهيوني أن يدرك جيدا أنه قد بدأ المعركة ولكنه لن يستطيع التحكم في مساراتها ولن يستطيع أن يحصل على النتائج في نهاياتها. طيب دكتور، استمعت لما تفضل به السيد هيثم أبو الغزلان يعني من طريقة رد المقاومة، وهنا نتحدث عن رد المقاومة بعد 36 ساعة. هل هذه السرعة في الرد جعلت الكيان يتخبط في توقع شكل ومضمون الرد؟ نعم، بالتأكيد تم تشكيل غرفة عمليات من قبل الفصائل جميعا، وهو كان يعتقد أنه يستطيع أن يستفرد ببعض الفصائل دون الأخرى، ولكن الرد الفلسطيني جاء حقيقة عاما وحازما، وبالتالي أربك العدو الإسرائيلي حتى حقة صواريخ التي وقعت على مواقع ليست بذاك القوة ذاك التأثير، ولكن قتلت الأبرياء والأطفال من النساء، وبالتالي إذن هو حقيقة يصطاد في الماء العكر. وأعتقد أنه الإجماع للفصائل المقاومة من الممكن أن يذهب باتجاهات بعيدة وأن تكون الحرب مفتوحة، وهذا ما يخشى نتنياهو. بالتأكيد نتنياهو لديه مشاكل داخلية كبيرة، يحاول افتعال أزمات للتخلص من هذه الضغوطات الداخلية بافتعال حروب خارجية، وحتى يحصل من الحقيقة الجانب التشريعي للإسرائيلي أن تكون لديه حقيقة
مساحات أمنية باعتبار هنالك خطر يداهم الجانب الإسرائيلي، ومن ثم هو هروب إلى الأمام. وأعتقد أنه لا تعطى الفرصة من قبل القوى الفصائل المسلحة جميعا لنتنياهو بهذا الاتجاه، وأعتقد أن الضغط من جميع الجهات سيولد انفجار داخلي، وبالتالي سيؤثر على حكومة نتنياهو عاجلا أم آجلا، ولكن يحتاج إلى ضغط، وأيضا نحتاج إلى دعم شعبي عربي كبير من الجامعة العربية، وأن تكون هناك أن تعقد حقيقة جلسة طارئة لمناقشة هذا الموضوع وإدانة هذه الاعتداءات، وأن نكون جميعا كعرب صف واحد حتى تكون هناك حقيقة جبهة واحدة موحدة داخليا من قبل الجهات المسلحة الجهادية الفلسطينية، وأيضا خارجيا من قبل الدول العربية لا سيما الشعوب العربية، وأيضا قادة الدول العربية الذين تهمهم موضوع القضية الفلسطينية وموضوع الجهاد والقتال ضد العدو الإسرائيلي. نعم. طيب سيد هيثم، عندما يشير الدكتور الشذر إلى غرف العمليات وتشكيلها، نتحدث هنا عن جيش الاحتلال اللي كان ينوي الانفراد بحركة الجهاد الإسلامي، لكن المقاومة لما فاجأته بغرف العمليات المشتركة، هذا المتغير الجديد على ساحة المواجهة، هل يعني نسميه أنه ترابط الساحات؟ كيف سيكون أو تكون موازين القوى بعد هذا المتغير؟ بالتأكيد أن وحدة الساحات قائمة ولا تزال قائمة، وما حصل في الشهر المنصرم من رسالة واضحة أو رسائل واضحة من خلال ترابط الساحات سواء من غزة أو الضفة ومن لبنان ومن سوريا، بعث وأرسل رسالة للعدو الصهيوني أننا موحدون، وأن وحدة الساحات هي رسالة واضحة وصريحة لهذا الكيان أنكم لن تستطيعوا الاستفراد بأحد من محور المقاومة. بكل تأكيد اليوم هذه المعركة التي تخاض من قطاع غزة وتخوضها وحدة وتخوضها حركات المقاومة عبر غرفة العمليات المشتركة أيضا هي رسالة واضحة أننا كفلسطينيين موحدون، وأن الكيان الصهيوني لن يستطيع الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي، وأنه رغم كل ما يمتلك من قوة وما يمتلك من عتاد إلا أنه لن يستطيع أن يحقق أهدافه العسكرية. وأيضا نحن كحركة جهاد وكحركات مقاومة مصممون على أن نمنعه من تحقيق أي من أهدافه السياسية. بكل تأكيد هذه الجولة كما أسلفت قبل قليل استطاع أن يدخلها، ولكنه لن يستطيع أن يتحكم بمساراتها ولا بنتائجها. اليوم وكما يرى الجميع وكما يراقب الجميع وكما يشاهد الجميع، هذه المقاومة التي أوصلت رسالاتها من منذ العصر عصر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة وهي مستمرة في ذلك، قد أتت أكلها في هذا الأمر، ونرى هذه ونرى الدمار هناك في عسقلان وتل أبيب. واليوم وقبل قليل قالت حركة الجهاد الإسلامي وأعلننا بشكل واضح أن العدو الصهيوني في حال استمر في قصف البيوت الآمنة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإن الحركة ستستمر وستكثف عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب والوسط ومدن الوسط والمركز الصهيوني. لذلك نحن نقول وبكل قوة وبكل اقتدار أن سرايا القدس وأن كل حركات الأجنحة العسكرية المقاومة اليوم هي جاهزة لهذه المعركة، وهي مستعدة لخوض هذه المعركة التي فرضها العدو الصهيوني من خلال قتله ومن خلال اعتدائه ومن خلال ارتكابه لهذه الجريمة التي أسفرت عن استشهاد 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، وأسفرت أيضا عن استشهاد 4 من الأطفال و6 من النساء وعشرات وإصابة عشرات من المواطنين الفلسطينيين. لذلك اليوم نرى هذا الرد الفلسطيني الموحد من خلال غرفة العمليات المشتركة، وأيضا نرى هذا الفعل السياسي الذي تطرح من خلاله حركة الجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية شروطها من أجل وقف هذه العملية الصهيونية وهذا الاعتداء المتواصل على شعبنا.
لذلك نحن نؤكد على أن المقاومة مستمرة في رد الاعتداء، وأيضا مستمرة في هذه المقاومة حتى وإيذاء العدو الصهيوني، ونحن ندرك جيدا هذه الخسائر سواء المادية أو حتى إجلاء المستوطنين من غلاف قطاع غزة، واختفاء الجنود والآليات الصهيونية من غلاف قطاع غزة، وهذا الضرر النفسي الكبير الذي لحق بالمستوطنين الصهاينة. لذلك وهذا أيضا الدمار الذي لحق في العديد من المستوطنات والمدن الصهيونية من جراء الصواريخ الفلسطينية. لذلك نحن نؤكد على أننا قادرون على الاستمرار في هذه المعركة، وسيدرك الظالمون أي منقلب ينقلبون. طيب دكتور صالح، نتحدث عن الجامعة العربية، يعني وعلى غير العادة حملت إسرائيل النتائج الكاملة لعدوانها، أيضا الجامعة العربية تدعم صمود الشعب الفلسطيني، فهنا نتحدث عن هذه الجبهة الجديدة اللي تقدم الإسناد من قبل الدول العربية لفلسطين وللقضية الفلسطينية، قياسا بما سبقته من عدم فاعلية في هذا الجانب، أو حتى بعض الدول هرولت إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. كيف تجد أن هذا الدور الداعم وانعكاساته على صمود الشعب الفلسطيني في هذه الوضعية؟ نعم، في أي حرب نحتاج إلى جبهة داخلية، اللي هي جبهة التي فيها الجانب الاستراتيجي اللي هي الحرب مع الجانب الصهيوني، وأيضا إلى دعم خارجي وهو الدعم العربي والدعم الآسيوي وأيضا الدعم العالمي. أعتقد أنه هنالك صحوة جديدة على مستوى الدول العربية وعلاقات الدول العربية، أيضا الشعوب العربية صاحية من زمان لهذا الموضوع، ولكن هذه المرة أكثر بكثير من سابقاتها، وبالتالي الإدانة المباشرة للعدوان الإسرائيلي هو خطوة إيجابية باتجاه أن تكون هناك خطوات، وأن تعقد مثل ما يعني أسلفت سابقا قمة عربية حقيقة سريعا جدا لإدانة هذا الموضوع، وبالتالي تحميل الجانب الإسرائيلي عدوانه على أبناء فلسطين العزيزة الأبرياء، لا سيما من النساء والأطفال، وأيضا القادة الشهداء من حركة القدس وحركة الجهاد وسرايا القدس. وبالتالي إذا ما حقدا استمر هذا الضغط الشعبي الدبلوماسي من قبل جامعة الدول العربية، ستكون له نتائج على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي، باعتبار أنه من الممكن مخاطبة مجلس الأمن لإدانة الجانب الإسرائيلي وإدانة الاحتداءات الإسرائيلية، لا سيما أنه الآن الإسرائيل في موقف محرج جدا بعد الإخفاقات في الجانب حقيقة اللوجستي وفي الجانب الاستراتيجي العسكري، بعد أن حقيقة استخدمت ما يسمى ب مقلاع داود لصد الصواريخ بعيدة قريبة المدى والمتوسطة من 100 كيلومتر إلى 200 كيلومتر، وهذا هو نوع أيضا أضافة على أساس أنه يضاف جديد إلى القبة الحديدية، أيضا فشل في احتراز الصواريخ الفلسطينية المقاومة، وهذا نصر جديد للعرب والإسلام. نحتاج إلى دقة أكثر وإلى تماسك أكثر، ونحتاج إلى الجهد العربي مع الجهد العسكري حتى نصل إلى نتائج إيجابية في على مستوى الصعيد الدبلوماسي وأيضا على مستوى الصعيد العسكري في أرض المعركة. طيب سيد أبو الغزلان، يعني لما نتحدث عن توسيع دائرة الطوارئ في الكيان إلى 8 كيلومتر، كيف تقرأ هذا الموضوع من وجهة نظرك؟ يعني هل يضع الكيان الإسرائيلي في ضغط أمني جديد؟ بكل تأكيد اليوم الإسرائيلي حاول أن يحصر المعركة في محيط غلاف قطاع غزة، وأن يخرج المستوطنين من محيط غلاف قطاع غزة حتى لا يتأثروا نفسيا وغير ذلك. ولكن اليوم عندما توسع المقاومة الدائرة في أولى ضرباتها إلى وتصل هذه الصواريخ إلى تل أبيب وعسقلان وغيرها من المدن والمستوطنات الصهيونية، فهذا دليل واضح على أن المقاومة بدأت في هذه الجولة في ما انتهت إليه الجولة السابقة من الصراع مع العدو الصهيوني. لذلك نحن مطمئنون إلى قدرات المقاومة وإلى استمرارية المقاومة وإلى هذه الحاضنة الشعبية التي هي صامدة وصابرة على كل ما يحصل، وبالتالي على إخواننا أيضا العرب والمسلمين أن يقوموا بواجبهم
سواء على الصعد السياسية أو الاجتماعية أو غيرها من ذلك، من أجل دعم القضية الفلسطينية ودعم حركات المقاومة بكل ما يستطيعون من قوة، وأن يظهروا أن العرب والمسلمين هم مع الشعب الفلسطيني، وأن التطبيع لم يثني الشعوب العربية والإسلامية ولم يؤثر بها عن دعمها للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. اليوم الفلسطينيون عندما يقاومون هم يدافعون عن العرب ويدافعون عن المسلمين في وجه الأخطار التي يمثلها ويشكلها الكيان الصهيوني. اليوم الفلسطينيون عندما يدافعون عن المسجد الأقصى والقدس الشريف هم يدافعون عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. هم لا يدافعون فقط على كونها أنها موجودة في فلسطين، هم يدافعون على أنها تمس بعقيدتنا كمسلمين وأيضا بما يمس بعقيدة المسيحيين. لذلك علينا جميعا أن نكون موحدين في هذا ضد هذا الخطر الصهيوني الذي يشكل خطرا على الأمة العربية والإسلامية. طيب. ونرى وإذا ما استعرضنا جانبا من المخاطر ومن المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني ليس في فلسطين وليس هذا التناشز استاذ هيثم، يعني نتساءل هنا، اطرح السؤال على الدكتور صالح، لما نتحدث عن القانون الدولي اللي يتباكى على احداث في مساحات متراميه حول العالم، ليش يغض النظر عن مجريات الاستهداف في القطاع المحتل؟ نعم، دائما في الجانب الدولي تحتاج الى مذكرات احتجاج ترفع من قبل حكومات دول، على سبيل المثال وزارة الخارجية، سواء كان أي دولة عربية أو فلسطين، يعني أو ما يمثل فلسطين عالميا. وبالتالي هذه المذكرات أو هذه حقيقة الشكوى لمجلس الأمن يعني يجعله في حرج، وبالتالي يجب أن يتخذ قرار دولي لصالح هذه الاعتداءات. أما فقط يعني حقيقة الحديث الإعلامي لا يجدي نفعا في جانب القانون الدولي. ونحتاج، وأنا قلت سابقا انه على الجانب يعني لجنه العلاقات الخارجيه في جامعه الدول العربيه وفي البرلمان العربي ان يكون لها دور كبير جدا في رفع مذكره احتجاج الى مجلس الامن ومطالبته بعقد جلسه طارئه لادانه الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكرره سواء كانت في القدس او على في غزه. وبالتالي اذا ما حقيقه حدث هذا الامر وصدر هكذا قرار سيكون ملزم للجانب الإسرائيلي، وهو إدانة كبيرة جدا، واعتقد نستطيع أن نحصل على هكذا موضوع ببساطة، ولكن يحتاج إلى جهد عربي مكثف فضلا عن الجهد الفلسطيني، ولكن بطرق قانونية عن طريق وزارات الخارجية سواء كانت هذه الوزارات عربية أو مجتمعة في الجامعة العربية أو أيضا من وزارة خارجية فلسطين أو ما يمثلها دوليا. نعم. طيب سيد أبو الغزلان، المقاومة الفلسطينية لما رفعت شعار يعني خاص لهذه العملية، هل تعني بذلك التطورات النوعية في استخدام القدرات العسكرية؟ هل بدأ ذلك واضحا اليوم في عملية ثائر الأحرار؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن هناك فارق واضح ما بين في القوة المادية، ولا يمكن المقارنة بما المقاومة الفلسطينية وما بين ما يمتلكه العدو الصهيوني. ولكن هناك ما تمتلكه المقاومة من أو ما تستطيع أن تحصل عليه وتستطيع أن توظفه في خدمة هذه المعارك ضد هذا العدو وفي استمرارية المقاومة هو ما نعول عليه. نحن ندرك جيدا أن حركة الجهاد الإسلامي ولا حركات المقاومة الفلسطينية كلها تستطيع أن تحرر فلسطين الآن، ولكن نحن نستطيع أن نؤكد وأن نقول على أن هذا الكيان هو سيهزم بإذن الله تعالى، وأن هذه المقاومة المستمرة هي التي ستكون عاملا في هزيمة الكيان الصهيوني. هزيمة إسرائيل وهزيمة الكيان الصهيوني تحتاج جهود هذه الأمة كلها، وبالتالي تحتاج نظم هذه المفردات الكبرى التي تمتلكها هذه الأمة في مشروع نهضوي عربي إسلامي وحدوي مقاوم نستطيع من خلاله إنهاء المشروع الصهيوني الإحلالي الاستعماري الاستيطاني في منطقتنا. لذلك نحن نطالب ونؤكد على أن هذه الأمة لها الدور الكبير في
رفد ودعم ومعاونة الشعب الفلسطيني من جهة، وأيضا في تقديم المساعدة وتقديم المساعدة السياسية والغطاء السياسي لهذه المقاومة التي تمثلها الجهاد الإسلامي وحماس وكل قوى الشعب الفلسطيني ضد هذا الكيان الصهيوني. بكل تأكيد اليوم هذا الجهاد وهذه المقاومة وهذه التضحيات التي تراق في وترقى من خلالها يلقى من خلالها الشهداء كل يوم في الضفة الغربية المحتلة وفي غزة وفي القدس المحتلة، هي اليوم وصمة عار على كل المطبعين وعلى كل الذين يقفون إلى جانب الكيان الصهيوني، وأيضا وصمة عار على كل الذين يتخلون عن الشعب الفلسطيني ويتخلون عن مقاومة الشعب الفلسطيني، وهي أيضا نجمة على جبين هذه الأمة وعلى جبين شعوب هذه الأمة التي تدعم فلسطين وتدعم المقاومة الفلسطينية، وأيضا تقف حائلا دون تمدد هذا الكيان سواء بالتطبيع أو في أي مشاريع أخرى. طيب، لذلك نحن إذا ما ذهبنا إلى هذه المساعي الجديدة سيد هيثم، خليني أذهب إلى الدكتور صالح الشذر. القاهرة وواشنطن لما تقودان جهود وساطة للتخفيف من التوتر في القطاع، برأيك دكتور هل راح يأخذ هذا الموضوع أو هذه المساعي تأخذ مسارها، أم أن لغة السلاح ستكون حاكمة على المشهد؟ نعم، أعتقد أنه من الممكن أن يكون لها تأثير كبير، لا سيما إذا كانت هنالك جدية من قبل الجانب الأمريكي بالتعاون مع الجانب المصري، وبالتالي أنا أحتاج إلى أن تكون هنالك مساحات أكبر عربية مع الجانب المصري، وأن لأنه لا توجد مصداقية لدى الجانب الأمريكي، وبالتالي هو من يحمي الكيان الإسرائيلي طيلة يعني من 48 صعودا وصولا إلى يومنا هذا. إذا أيضا حتى نتنياهو في هذه حروبه الأخيرة يعني وهذه يعني محاولاته لجر الفلسطينيين إلى القتال هو للحصول على بعض المساعدات الاقتصادية، باعتبار أن هناك أزمات داخلية حتى اقتصادية، وأيضا حتى يعني هناك منظمات أمريكية يهودية من ضمنها منظمة إيباك تدعمه في هكذا موضوع. كلما زاد القتال أو ضربات صاروخية يأخذ يعني مليارات الدولارات لهذا الموضوع، باعتبار هناك خطر على وجود الكيان ومن ثم على وجود الفكرة الصهيونية، وبالتالي يعتقد أنه هذا الموضوع يحتاج إلى عمل مشترك مع الجانب المصري من قبل جامعة الدول العربية وكل الدول العربية تحت يعني لا سيما وزارات خارجية الدول، أن يعني يكون هناك اجتماع قبل لوزراء خارجية الدول العرب، وأيضا على مستوى جامعة الدول الإسلامية أن يكون لها رد على مقدسات بالاحتداد على مقدسات الإسلام. وأعتقد أنه إذا ما حد استطعنا الحصول على إجماع عربي وإسلامي يدين الاحتداء الصهيوني على شعبنا في فلسطين، ستكون هناك حقا ممرات ومسارات باتجاه تدويل القضية، وستكون الولايات المتحدة الأمريكية محرجة أمام هذا الموضوع، وأيضا من الممكن حقا الحصول على موافقات أو كسب بعض الأصدقاء لا سيما مثل الجانب الروسي باعتباره هو الآن نفير مع الجانب الأمريكي في هكذا أمور، للحصول على قرار من مجلس الأمن يدين الجانب الإسرائيلي، وإذا ما استطعنا الحصول على هكذا قرار سيكون هو بمثابة انتصار دبلوماسي فضلا على الانتصار الداخلي على ساحات المعركة من قبل الفصائل المقاومة في فلسطين. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور صالح الشذر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ هيثم أبو الغزلان أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي. شكرا، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.